التي تمكن الشرطة من التي هل أولا تقومون بدوركم في الأمر بالآلية؟ اليوم 26 جوان هو اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب. هذا الاحتفاء هو موجود على الصعيد الدولي وحنا كنحتفلوا به كجمعية منذ 23 ديال سنة ديال النشأة ديال الجمعية ديالنا. هذه مناسبة أولا لدعم ضحايا العنف وسوء المعاملة، وكذلك مناسبة كذلك اللي قرينا فيها باش نديروا واحد اللقاء اليوم، حضور فعاليات حقوقية وحضور ضحايا سابقين، وكذلك كنا كنتمنوا باش يحضروا معنا مسؤولي الدولة، ولكن مع الأسف الشديد أنهم ما حضروش وما اعتذروش، وهما الأمن الوطني، الدرك الملكي ومندوبية السجون. هذه مؤسف جدا، لان حنا كنا بغينا ندير واحد اللقاء تفاعلي ترافعي واللي تحضروا فيه الجوانب بجوج، وكيعبر الا كان كيعبر هذا الشيء على شي حاجه، وهو المستوى الحضاري ديال الجمعيات الحقوقيه والجمعيه ديالنا، باش يكون واحد الحوار، لان يد وحده ما كتصفقش. حنا كاملين نتشاوروا ونتناقشوا ونشوفوا الايجابيات ديال لهذا الموضوع اللي تشارلنا عليه، وهو الاليه الوطنيه للوقايه من التعذيب، اللي هي زعما معاهده اللي زعما عقدها المغرب وصوت عليها، وزعما هي تطور مهم في مجال ديال تنميه حقوق الانسان في المغرب، وزعما الجميع كان كيتمنى انهم يكونوا ويعطيوا شنو هما الا بغينا نقولوا التقارير ديالهم في هذه التجربه ديال من 2019 دابا ديال هذه الهيئه، ودونك يكون تفاعل ديال الخبراء من خيره الخبراء ديال المغرب، ولكن مع الاسف ما كانش. دونك كان تفاعل ما بين في القاعه ما بين الحقوقيين اللي عطاو الموقف ديالهم وشجبوا، زعما وكاين اللي شجب وكاين اللي تاسف بالطبع على هذه. حنا كنتمناو ماشي كنسدوا البيبان، كنتمناو بانه مناسبات اخرى تكون هاد اللقاءات هذا، وخصها تكون مستمره، والحوار هو اللي كيبني المستقبل وكيبني بناء دوله الحق والقانون. احنا الجمعيه ديالنا بهذه المناسبه استقبلات اكثر من زعما في هذه 26 سنه استقبلات اكثر من 6000 ضحيه ديال الانتهاكات الجنسيه، ضحايا سنوات الرصاص من مختلف المشارب، نساء ورجال و من لاجئين، وكذلك معتقلين اللي كانوا في تندوف في محتجزين في تندوف كذلك، ومعتقلين ديال غوانتانامو. يعني احنا مفتوحين لجميع المال، وقدمنا في هذه المده هذه 25000 تشخيص وعلاج بصفه مجانيه، وهذا الشيء كتشرف عليه واحد المجموعه ديال الاطباء مدافعين عن حقوق الانسان اللي اشتغلوا منذ عقود في هذا المجال. دوك وقمنا بقوافل طبيه وطنيه على قرب معتقلات سريه في قرى والمناطق اللي عرفت انتهاكات جسيمه. كيف ما كان الحال، هذه مناسبه اللي اولا كما قلنا نتمناو بانه بحال هذا الحوار يعاود يوقع ويكون، وثانيا هذه مناسبه كذلك لان في توصيه هيئه الانصاف والمصالحه اللي وقعها العاهل ديال البلاد الملك محمد السادس، اللي فيها توصيات خلق مركز وطني لتكفل ضحايا تعذيب سوء المعامله والاعمال المشينه. هذا المركز مع الاسف منذ 20 سنه لنهايه هيئه الانصاف والمصالحه لم يرى النور. حنا دائما متفائلين، نتمنوا يكون، لان الضحايا كثار. راك تعرفوا بانه المغرب عرف واحد المرحله واحد عدد كبير منهم تشوفوا مع الاسف. وبالنسبه لهذه النقطه ديال المركز مهم، والنقطه الاخيره وهو نتمنوا هذه المناسبه هذه تكون مناسبه ديال انفراج سياسي اللي بمناسبة الأعياد الجاية لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحفيين وضحايا هذه الاحتجاجات في المناطق. هذه القضية غيتعزز القوة ديال حقوق الإنسان في المغرب وتعطيه مصداقية، وكل مغربي يشد سريقه نحو أكثر زعما التزام بحقوق الإنسان.